احنا بنقدم خدمات استشارات هندسية تصميم داخلي وخارجي، طبعا تنفيذ لكل اعمال الانشائية. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات اردنية. رحبوا معي بضيوفي لهذه الحلقة أصحاب شركة الشاهقة للخدمات الهندسية. بداية نسعد مساكم. الله يمسيك على خير يا هلا. كلكم سوا. في البداية مهندس عمر، تعرفني بتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا المهندس عمر خميس، مهندس معماري خريج الجامعة الأردنية، شريك ومؤسس لشركة سكاي سكريبر. شركتنا بتقدم خدمات هندسية منها التصميم والتنفيذ والإشراف بشكل جزئي أو كامل. نعم. ومهندس فيصل، تعرفنا بحالك. أكيد. أنا مهندس فيصل أبو عيشة، مهندس مدني خريج جامعة 6 أكتوبر في مصر. اشتغلت في عدة مكاتب هندسية في الأردن، واشتغلت لمدة 3 سنوات في المملكة العربية السعودية في شركة إعمار، والحمد لله بفضل الله يعني قدرنا نأسس شركة سكاي سكريبر. بالتوفيق. إيش هي أهم الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم هون؟ إحنا بنقدم خدمات استشارات هندسية تصميم داخلي وخارجي، طبعا تنفيذ لكل أعمال الإنشائية. نعم. شو اللي عم بيميزكم عن الشركات الثانية؟ بيميزنا بشركتنا القوة في إظهار التصميم من 3D Shots، تحويل الرسومات ثلاثية الأبعاد من Simulation خلينا نحكي إلى واقع بدقة وحرفية عالية. نعم. ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ أنتوا شو حابين تعملوا لقدام؟ صراحة رؤيتنا المستقبلية بأنه حابين نفتح أكثر من فرع خارج المملكة، يعني زي السعودية وزي دبي إن شاء الله. وبرضه بالوقت الحالي قاعدين بنشتغل على موضوع الريل استيت، موضوع الإسكانات إن شاء الله. من بعد رمضان بإذن الله حيطلع أول إسكان لشركة الشاهقة للخدمات الهندسية. بالتوفيق. شو هي أهم المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بهذا المجال؟ يمكن أهم مشكلة هي شح الموارد أو الخامات المستخدمة من مواد بناء موجودة بالبلد. يعني لهيك بتحسي إنه الأغلب ديزاينات مشابهة لبعضها أو مكررة. وأنا بحس إنه لا يوجد رقابة على المكاتب التصميم الداخلي، لا من قبل النقابة ولا من أي جهات أخرى، يعني مما أدى إلى منافسة غير شريفة مع أناس تفتقر للخبرة الهندسية في مجال التصميم والتنفيذ. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ طبعا بتشرف بمقابلة جلالة سيدنا، وبنشكره على دعمه المتواصل للشباب. وبصراحة يعني إحنا بنتمنى كشباب لساتنا تحت عمر 40، بنتمنى إنه يكون في تسهيلات أكثر لإلنا، تسهيلات أكثر للشركات الناشئة. على سبيل المثال لو ممكن تخفيض الضرائب للناس اللي أعمارهم أقل من 40 سنة، وما نعاملهم معاملة المستثمرين. نعم. وحضرتك مهندس عمر؟ أحب أتشكر جلالة سيدنا وبشكر على الدعم الدائم لفئة الشباب. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بوجه رسالة شكر لوالدي ووالدتي على دعمهم الدائم لي، وبوجه رسالة شكر لشريكي فيصل. صراحة دائما في تحس في نقاش حاد بين المهندس المدني والمهندس المعماري حتى ينفذ التصميم اللي بمخيلته، فساعدنا صراحة انه ننفذها بشكل دقيق وبشكل متقن. نعم. حضرتك مهندس فيصل؟ بوجه رسالة شكر لوالدي ووالدتي ايضا، وهم اللي دعموني وقدرت اوصل للي انا فيه حاليا. بوجه برضو رسالة شكر لشريكي المهندس عمر خميس. احنا تيم واحد نكمل بعض يعني. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل معكم؟ تحكي لي اكثر من موقع شركتكم وطرق التواصل معكم. ما في مشكلة. احنا موقعنا في الصوفية في شارع الوكالات في مبنى الحلواني، عمارة 17 طابق الثاني. ممكن يتواصل معنا برضو على الانستغرام بيج باسم سكاي سكريبرز كونتراكترز. شكرا لكم. يا اهلا وسهلا. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين، اود ان اشكر المهندس عمر والمهندس فيصل على حسن استضافتهم لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. شكرا. شكرا لكم.